في ثاني أيام عيد الفطر يقوم النظام باستهداف بلدة غرية غربية ببراميل من نوع جديد. شاهدوا المواد داخل هذا البرميل، عبارة عن رائحة مازوت مخلوطة ببعض السماد وبعض المواد الغريبة. شاهدوا أحد الجدران كيف تلطخت بهذا السائل الغريب اللون والرائحة. رائحة مازوت واضحة بشكل كبير، والبرميل لا يحدث انفجار كباقي البراميل المتفجرة التي استهدفت البلدة خلال الأيام الماضية. شاهدوا حتى الشظايا مختلفة عما مضى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. غطاء البرميل حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى في الأعياد لم ينسوا هذا الشعب من القتل، من تذكير الشعب في القتل والتدمير. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه بقايا البرميل، قبضة البرميل والحجم الكبير لهذا البرميل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعود مرة أخرى لنلقي نظرة على المواد التي بداخل هذا البرميل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونركز هنا على المواد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نزل علينا، قول هاي هذا شو اسمه، قولها صاحب الدار اللي نزل عليها. هو نعم. تعال يا ابو ايمن، ابو ايمن تعالوا تعالوا هون صاحب الدار. شلون نزل عليك عمي؟ نزل فوقي هنا وانا قاعد. انت ساكن هون بالحارة؟ الحارة جنب المدرسة. نايمين كنتوا لي قاعدين؟ قاعدين برد الدار قاعدين. في عندكم مسلحين؟ في عندكم شيء؟ ما عندنا شيء، اولاد ما عندنا، ما في غير اني والمرأة والبنات. لا حول ولا قوة الا بالله. لا عندنا مسلحين ولا عندنا حد ولا عندنا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. شاهدوا ايضا.